اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. صلى الله عليه. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب، هذا الحبيب من أخبار وآثر، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حديك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور، هو النور المودع في هذه السورة. نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، صلى الله عليه. ومنذ تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. فقد ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرف مولودا. ولم ما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شأت بنا البرية بكمال الخصوصية، واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته اليد العلم القديم إلى من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها وضمته أخشاؤها بعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا، حملا حفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا علالا. حتى مر شهر بعد شهر من حملي فقرب وقت بروز به إلى عالم الشهادة، عالم الشهادة لتنبسط على هذا العليم فيوضات فضلي وتنتشر في أثر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل على محمد صل عليه علامات انا صالح ايكو بابا بعدني مؤمن انود ايك شريعه كان دي لساني هالوس ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya rasulullah salamun ali bareng-bareng ya rafi asha niwadaraji atfatayaji ratal alami يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد علامات أنا
حضرتك